نبدأ افتتاحنا بكلمة للدكتور عاطف عبد المجيد، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي. الإخوة الأعزاء، يشرفنا ويسعدنا أن يلتئم شمل هذه الوجوه النيرة الطيبة من 12 دولة عربية في هذا اللقاء الذي نود بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء محضورا ولقاء ذو مخرجات إيجابية. هذا اللقاء بإذن الله نعول عليه الكثير، فشركاء النجاح وزارة البيئة التي لها بصمات ولها إنجازات ولها عمل رائع، نحن هنا في هذا اللقاء نهدف إلى أن تكون ثقافة التدوير والاهتمام بالبيئة هم قاطع وثقافة راسخة، لأننا نود أن يكون كل شخص منا بيانا بالعمل، أن يهتم طالما أن الكشاف كشاف مقتصد، أن يهتم في البداية بالتقليل ليس التقتير، وإنما يستهلك ما يحتاج حتى لا يكون استهلاكنا خصما على حق للأجيال التي ستأتي، لأنها ليست أشياء ورثناها من الأجيال التي سبقتنا. الشيء الثاني، نود أن يكون هنالك إعادة لاستخدام ما نملك أكثر وأكثر، حتى أيضا نخفض في الهادر من مواردنا. أيضا يمكن أن نعيد استخدام الأشياء في أشياء أخرى حتى ولو كانت أقل جودة، ولكن بإمكاننا أن نستطيع أن نحورها بوسائل تجعلنا نحقق منها مآربنا التي نريد، وهي أشياء كثيرة وكثيرة بإذن الله خلال هذه الفترة سوف تطلعون عليها بالتفصيل من خبراء وعلماء من شركاء النجاح ومن المسؤولين الرسميين في الدولة، وأيضا سوف نأخذ منكم أيضا أنتم، لأنكم لديكم تجارب رائعة وتجارب قوية، بل أن هنالك جمعيات كشفية هي جمعيات للبيئة، وهذا أيضا ما يجعلنا أن نفتخر بأن الكشفية هي متغلغلة. الأرقام لا تكذب، خصوصا إذا كانت من جهات معتمدة ومعتد بها كالجامعة العربية، ومن قام ببحثها شخص حائز على جائزة مجلس وزراء البيئة العرب. فهنالك دراسة كانت حول الوضع البيئي ووضع المخلفات في المنطقة العربية، لأن هنالك هدر لأكثر من 5 مليار دولار سنويا في المنطقة العربية بسبب هذه المخلفات التي لم نعالجها بالطريقة السليمة. أن هنالك 89.6 مليون طن من المخلفات في منطقتنا العربية، والعمر أنها كمية ضخمة وكبيرة. هذه الكمية التي تحدث عنها تكفي لأشياء كثيرة، تكفي لأن نوفر 2 مليار و145 مليون دولار إذا فقط ورق من التدوير، ودي مغاسة ب 14.3 مليون طن ورق ممكن يتم استخلاصه سنويا، بالإضافة إلى 1.8 مليون طن حديد خردة ممكن نستخلصها من مخلفاتنا في المنطقة العربية فقط، بالإضافة ل 75,000 طن بلاستيك، وفي أسمدة عضوية كثيرة وأشياء وفوائد كلها ممكن نحاول نستفيد منها، دي ممكن توفر لنا 1,225,000 دولار. في 2.2 مليون طن قماش ممكن نستخرجها من إعادة تدوير مخلفاتنا، ودي حتوفر لنا 110 مليون دولار. دي كلها أشياء إحنا بالنسبة لنا في المنطقة العربية هادر يجب أن نركز عليه. نجي نشوف إنه إحنا نفس الحاجات دي خسائرها شنو؟ خسائرها إنه عندنا 2.5 مليار دولار دي رايحة في خسائر بتاعت مخلفات حيوانية ومخلفات زراعية ومياه بتاعت صرف صحي. في 850 مليون دولار دي تكلفة جمع النفايات الموجودة حاليا. إذا جينا نشوف الاستثمارات الموجودة في المنطقة العربية بالنسبة للنفايات دي، بنلقى في مجمل الدول العربية فقط في 200 مليون دولار استثمارات، ومعظمها عبارة عن جهود فردية، قليل منها الأشياء البروفيشنال. إذا جينا نظرنا للدول المتقدمة
بنلقى في الولايات المتحدة فقط 28% من استثماراتهم موجهة نحو إعادة التدوير والاستفادة من المخلفات. في ألمانيا 35% من استثماراتهم، وفي بريطانيا 23%. بالتالي آن الأوان لنا في المنطقة العربية أن نلتفت إلى هذا الكنز الهائل الذي يمكن أن يعود بالكثير والكثير، وإن شاء الله في هذه الدورة حتمشوا وتشوفوا بعينكم أنه من هذه المخلفات في ناس أذكياء استطاعوا من خلاله أنه يصبحوا أصحاب ملايين وأصحاب أساطير من خلال جمعة ومن خلال الاستفادة منها بصورة علمية وصورة حديثة. ربنا يوفقكم إن شاء الله ونستفيد منكم ونطلع بمخرجات فاعلة وإيجابية، وشكرا جزيلا.